وزير الخارجية المغربي ناصر بوريطة أن المغرب يدعم مبادرة الرئيس الأمريكي لحل النزاع بالشرق الأوسط ويدعم نداء الوسطاء الثلاثة الراعية للمفاوضات. كما ندد وزير الخارجية المغربي باستمرار استهداف المدنيين واقتحام باحات المسجد الأقصى، معتبرا استهداف مدرسة التابعين جريمة. المغرب إذن يدعو كل الأطراف للتجاوب مع هذا النداء اللي جاي من الوسطاء الثلاث، ويعتبر بأن ما كاينش حل آخر من غير التفاوض لخفض الصعيد، والمغرب يرفض بشكل مطلق ما يقوم به بعض عناصر المتطرفة في الحكومة الإسرائيلية نفسها من اقتحام لباحات المسجد الأقصى. جلالة الملك باعتباره رئيس لجنة القدس عبر أكثر من مرة على رفض هذه الاستفزازات.